ترجية اليونان، سيدات والسادة، سعدت صباح اليوم باستقبال صديق العزيز معالي الوزير نيكوس دندايس وزير خارجية اليونان في زيارته إلى القاهرة، والتي أجرينا خلالها مباحثات ومشاورات مثمرة حول مجمل أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، فضلا عن تبادل متعمق لوجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الصلة والاهتمام المشترك. ولعله لا يخفى أن العلاقات بين مصر واليونان تمر من مرحلة ازدهار وتميز على كافة الأصعدة، حيث تتسم بأنها أصبحت علاقات استراتيجية بكامل ما تعنيه هذه الكلمة من قوة ومتانة العلاقات والتضامن فيما بين البلدين. وقد أكدنا التزامنا باستمرار المستوى الحالي من التنسيق السياسي، وكذلك العمل الجاري على أكثر من محور لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، على ضوء اهتمام البلدين بلعب دور محوري كنقطة ارتكاز لنقل الطاقة عبر المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة اتصالاً بأمن الطاقة في جوارنا الإقليمي. وكما تعلمون، فقد وقعت كل من مصر واليونان منذ عامين تقريباً اتفاقاً لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وقد أكدنا خلال مباحثاتنا اليوم مجدداً التزامنا بهذا الاتفاق الذي يتسق مع أحكام القانون الدولي، ومن ثم فهو يعود بالعديد من المنافع الاقتصادية على بلدينا، وسيسهم في خلق أجواء تعاون إيجابية في شرق المتوسط. تأكيد أن هذا الاتفاق اتفاق جوهري، اتفاق تستخلص البلدين منه مصالح عديدة، ونلتزم بشكل قاطع بما يحققه لنا من مصالح، والتأكيد على أنه اتفاق قد أبرم وفقاً لقواعد القانون الدولي ومتسق مع هذه القواعد، ومن ثم فيصبح التزامنا مؤكد بهذا الاتفاق وما يدر من منفعة ومصلحة نحرص على أن نستفيد منها استفادة كاملة. كما أنه في هذا الإطار ذاته فقد ناقشنا باستفاضة التعاون جاري على عدد من المحاور الأخرى بين البلدين، بما في ذلك الإعداد لعقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في الفترة القادمة. من ناحية أخرى، تطرقت مشاوراتنا اليوم إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية، حيث استعرضنا مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وكيفية مواجهة التحديات الناتجة عن الوضع الاقتصادي الدولي الصعب، خاصة على صعيد أمن الغذاء وأمن الطاقة. قد أكدنا على الحاجة الماسة لتضافر جهود المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، بحيث تستطيع تجاوز أثارها وتحقيق أهدافها التنموية. قد تناولنا في المشاورات اليوم مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات المشهد الليبي، حيث أكدنا على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة. وفي ذلك الإطار أوضحت لمعالي الوزير الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومن ضمن ذلك المشاورات والجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي يخرج من هذه الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على وحدة أراضيها واستفادة الشعب الليبي من مخدراته بعيدا عن
أي تدخلات خارجية. كما أكدنا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، كما شددنا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم، واتفقنا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة لموقف واضح وقوي للحفاظ على متطلبات الشرعية في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين. في هذا الصدد أؤكد أنه على الأمم المتحدة وعلى السكرتير العام ضرورة أن يتخذ موقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية حكومة الليبية المنتهية ولايتها. هذه الحكومة أتت بحكم اتفاق وتفاهم تم صياغته من قبل الأمم المتحدة وتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما اعتمدته لما صاغته من اتفاق واضح أنه منتدى الحوار الوطني الليبي عندما كلف هذه الحكومة بالاطلاع بمهمة محددة وهي الوصول إلى انتهاء المرحلة الانتقالية بعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر الماضي، وهو الولاية والمسؤولية التي لم تطلع بها، وكان واضحا في الاتفاق أن هناك فترة زمنية محددة 18 شهر انتهت في 22 يونيو، وبالتالي لا يجب أن يتم المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذا الوضع غير مرتكن إلى أي قدر من الشرعية. سادة الحضور، مجددا اسمحوا لي أن أرحب ترحيبا حارا بصديقي العزيز وزير خارجية اليونان في القاهرة، وأنا أؤكد على حرص مصر على مزيد من توطيد الشراكة القوية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. شكرا. Your Excellency, Your Excellency, my dear Samech is such a great pleasure. زميلي وصديقي، إنه لمصدر سعادة كبير أن أكون هنا في القاهرة، واسمح لي أن أقول لك أنني أشعر كأني في وطني. لقد زرت القاهرة مرات عديدة، وأود أن أوضح شيء. أن هناك صداقات بين مصر واليونان. مصر ليست فقط صديق استراتيجي، هي أكثر من ذلك. نحن لا ندخر جهدا ونفعل كل ما يمكن لنصل لدعم هذه العلاقات العظيمة مع مصر العظيمة، ولكن في ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن مع الاتحاد الأوروبي. ونحن أيضا نقدر الدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس السيسي، وهذا الدعم الشخصي والعام في السياق الثنائي وأيضا داخل جامعة الدول العربية وغيرها من المنتديات الدولية. إن مصر تعتبر هي الجسر بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، وهي الجسر الذي يربط الأراضي التي توجد فيها اضطرابات في المياه واضطرابات في الأرض. وهذا هو الأمر الذي كنا نناقشه اليوم خلال مباحثتنا. كنا نناقش الوضع الحالي في ليبيا وفي شرق البحر الأبيض المتوسط. نحن كلانا نتفق على أن هناك أهداف استراتيجية، وهي ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا والاستقرار لشرق البحر الأبيض المتوسط، واليونان تدعم الجهود التي يتم اتخاذها لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. ولقد اتخذنا العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي. لقد فتحنا سفارة لنا في طرابلس، ونقدم مساعدات محسوسة للشعب في بنغازي، ونساعد في إقامة العديد من المشروعات في طرابلس. ومع هذا فإننا نشعر بالقلق فيما يتعلق بالأفعال التي تهدد الاستقرار الهش أصلا داخل ليبيا، وهذا ما يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة.
إن الاتفاق الذي عقد مؤخرا بين الحكومة الليبية وتركيا هو أحد هذه الإجراءات، وهذا يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة، وهذا الأمر يجب أن يتم مناقشته بتوسع. تنص الإقرارات أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع، أكرر، حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع أن تدخل في أي اتفاق دولي يهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا. علاوة على ذلك، فمرة أخرى، فإن ولاية الحكومة الليبية قد انتهت، وهذا منذ فترة طويلة، وبالتالي أكرر هذا، وإنها لا تمثل الشعب الليبي، والحكومة المنتهية ولايتها لا يجوز لها أن توقع أي اتفاقات أو تعيد تجديد أي اتفاقات تخص الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية أو أي التزامات خاصة بمستقبل البلاد. وهذا ما أردت أن أؤكده بدقة في الاثنين الماضي، إن توقيع هذه المذكرة التفاهم التي نشجبها بشدة، وهذا ما فعله أيضا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر وفرنسا وإيطاليا والعديد من الدول أيضا، إن رد الفعل الخاص من خلال القوى السياسية في ليبيا يظهر أن نتيجة هذا الإجراء هو المزيد من عدم الاستقرار للدولة الليبية، وما هو أبعد من ذلك أيضا. أود أيضا أن أؤكد على نقطة خاصة، لا توجد دولة في العالم لديها الحق في أن تفعل شيئا لا ينتمي إليها، لا توجد أي حكومة تستطيع أن تمنح حقوق استكشاف لدولة تركيا بينما هي لا تتمتع بالسيادة. تركيا تمارس ضغوط على القوى الفاعلة في ليبيا والعديد من الأفعال، وهذا بالإشارة إلى اتفاقية 2019، وهذه اتفاقية التفاهم تم شجبها عالميا وباعتبارها غير قانونية وغير صالحة وغير موجودة، وهي تتنافى وتخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولم يتم الموافق عليها من قبل البرلمان الليبي، وتم شجبها من خلال البرلمان الليبي. منذ 3 سنوات اتخذت تركيا امتياز حق في طرابلس، وهذا يؤدي الى عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. انا كنت سعيدا ان ارى كل اصحاب المصلحة في ليبيا وايضا الاتحاد الاوروبي يشجبون هذه الخطط. لا يستطيع احد ان يقوم باي خطط او مخططات بشكل غير قانوني في ليبيا، ولا أحد يستطيع أن يتجاهل الجغرافيا، ولا أحد يستطيع أن يخلق عالم افتراضيا، عالم عبارة عن جزر لا تظهر على الخريطة. تخيلوا على سبيل المثال رد الفعل العالمي إذا ما قامت اليونان وليبيا بإجراء يتعلق بصقلية. منذ عامين كنا هنا في القاهرة ووقعنا اتفاق حول المناطق الاقتصادية بين اليونان ومصر، وهذا تم بالاتفاق الكامل وبالاتساق الكامل مع قانون البحار والقوانين الدولية والاحتفاظ بسيادة كل من مصر واليونان. اليونان لديها النية والالتزام لكي تدافع عن تلك الحقوق، أكرر بكل السبل القانونية الممكنة. نحن لا ندعي أي شيء لا ينتمي إلينا، ونحترم مبادئ القانون الدولي جميعها، ولا نتخذ إجراءات عدائية ضد أحد، ولا نقوض الأمن والسلام الدوليين. ونحن سعداء بشكل خاص لأننا نرى مصر كصديق. مصر واليونان يتشاركان في أهداف مشتركة، وهو مساعدة ليبيا أن تكون دولة مستقرة، وأيضا جعل البحر المتوسط منطقة آمنة ومستقرة.
تسعى للإزدهار، إذا ما وجد إزدهار فإن يستطيع الشعوب أن تحيا حياة أفضل. اليونانيين والمصريون يعملون على هذا منذ آلاف السنوات. مرة أخرى صديقي العزيز أشكرك جزيلا على حسن الضيافة. شكراً.